كنت مستعدة أعمل أي شيء. الواحد وقت اللي بيكون بده شيء كتير ما بيوقف عند شيء. رحت عند بابا قلت له أنا بدي أعمل طيار. كان هو طيار، فتوقعت إنه يقول لي يلا أوكي بدعمك وهيك. تفاجأت إنه هو ما كان بده، يعني كان ما بيدعم الفكرة أبدا لعدة أسباب. أول شيء إنه هو مرق بصعوبات ما كان بيعني أنا أمرق فيها، وكمان كان فيك تقول يعني هيمنة للمجتمع الذكوري بهذاك الوقت على هاي المهنة. فهو ما كان بده كأب لبنته، خايف عليها، ما كان بده. رحت قلت له طيب أنا بدي أشتغل بأي شيء له علاقة بالطيران. فرحت عملت دورة حجز وقطر واشتغلت شركة كتير كبيرة بأجنبية بسوريا. بعدين صرت بالعمليات الأرضية، اشتغلت معهم كمان. كل ما كنت فوت على مجال كان ما لاقي حالي فيه، يعني قول بدي كمان بدي كمان. بعدين اشتغلت بالعمليات الجوية بهذا المكتب. بعدين لقيت الفرصة، اجت الفرصة ورحت هون. هو وقت شاف انه عندي كل هالإصرار وهالباشن وهالعزيمة فدعمني كتير وما وقف وجهي، بالعكس ما وقف وجهي طموحي أبداً، وكان معي خطوة بخطوة.